السرطان هي كلمة مخيفة بترهب بمجرد لفظ هذه الكلمة المرادفة للموت، بالرغم من أنه عشرات ألاف اللبنانيين مصابين بهالمرض. الرقم هو 30,000 يتلقون العلاج حسب منظمة الصحة العالمية، رقم ضئيل تؤكد الجمعيات. فسنة 2018 وحدة سجل 18,000 حالة جديدة للسرطان، هو رقم بيتجدد كل سنة بفعل تراكمات عدد المصابين، ويقدر اليوم ب 100,000 مريض. مرضى السرطان محرومون اليوم بأغلبيتهم من علاج بيشفيهم من مرضهم، أو على الأقل بيطول من عمرهم. بين الهدر والنهب والتهريب والنزاعات السلطوية واللامبالاة، الدولة اللبنانية بسلطاتها المتلاحقة منذ عشرات السنين مسؤولة عن وقوع المرضى بغياهب الموت. السرطان كلمة تابو مرادفة لكلمة الموت، كسرتها جمعية وراء امرأة حملت الأمل للعديد من المرضى. بال2009 أصيبت بربارة بسرطان الثدي مع انتقالات، يعني ميتاستاز وتكسير بالعظم. إذا الله بحبها بتعيش سنة، هيك كانت توقعات الأطباء، تكهنات خاطئة بفضل إرادة بربارة، شجاعتها وحبها وتعلقها بالحياة. هاني زوج بربارة بخبر ملحمة رفيقة حياته مع المرض. بعد سنة ونص من بعد ما كانت عملت كل العمليات ولحموا العظامة الحين بالأشعة لحتى تقدر تتنفس، ناوية إنه شو ما صار فيني ما بدي اتخلى عن ولادي، انا بدي ربيهم، بدي افرح فيهم، ما بدي اتنازل عن حياتي معهم. صرت شد حالي كتير 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 لحتى انه انا اكون معهم وزمني مع زمنهم هن. حدينا خوفنا من المرض وشجعنا غيرنا. برمت بربارة وأنا وليوني وليونار أولادنا 1655 دائرة انتخابية اختيارية. ثمانين يوم رجعنا فيهم على البيت بكارافان، عملنا رحلة العلم اللبناني، خيطنا علم مساحته 10,452 ديسيمتر مربع، جمعنا توقيع مخاطير الضيعة عليه كلها. بنهاية الرحلة استقبلنا رئيس الجمهورية، مضي على العلم، كرم بربارة، وعلى أساس أنه خلص المشروع كانت الانطلاقة. كانت سنة 2011 وهدف بربارة كان بتشجيع المريض للتغلب على خوفه ومرضه. بعيد زواجنا بعدها بثالث سنة بيقولولنا وضعوا بعضكم عند جمعتين حتى تعيشون. جتام 2012 كان سنة 2013 عيد زواجنا، كانت بربارة على القرن السوداء بتبعت له تحية للحكيم بتقول له بعدني طيب القمر بإيد ربنا ولك أنا وين. قبل ما تغادر الدنيا قررت بربارة تأسيس جمعية، وهيك صار. وبعد كم يوم سجلت فيديو ونحط وقت دفنا بتقول للناس ما تخافوا من يلي بيقتل الجسد، خافوا من يلي بيقتل الروح. مطمئنة الضمير، مستقرة القلب، بربارة رحلت بشباط 2014 ونحن كملنا. من 10 سنين لليوم كثفت الجمعية نشاطاتها وأنقذت العديد من مرضى السرطان، وبال2023 بلغت مساعداتها قيمة 1,159,000 دولار. سنة 2019 كانت مفصلية. قبل 2019 وبالرغم من دعم وزارة الصحة للمرضى كان في نقص بالأدوية، أما تكاليف الفحوصات فلم تكن تحظى بتغطية من وزارة الصحة، والضمان الاجتماعي كان يغطي 95% من سعر الدواء كما تكاليف الفحوصات. إذا دواء حقه 10,000 دولار، 5% 500 دولار أكثر من الحد الأدنى للأجور.
هيدا قبل 2019 بعز الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي المعيشي طرأت كارثة أخرى هي الكورونا. انتشر معها أعداد متزايدة من الموتى جراء الأزمات المتراكمة. صرنا نلاقي ورقات نعوي على الجروبات، وقفنا الجروبات. ليه؟ لأنه صار ديبريشن للمرضى، صاروا كل ست بتقلي أنا كمان بأخذ هذا الدواء، هذا الدواء صار له 4-5 أشهر منه موجود، سو أنا أمتين دوري، صاروا يتوفوا واحدة وراء الثانية، وقفنا المجموعة. فلماذا انقطعت الأدوية بشكل دراماتيكي؟ الأسباب معروفة، كما البنزين والمزود، الأدوية هي كانت مدعومة فصارت خارج لبنان. الدواء اللي كان حقه مثلا 10,000 دولار، 10,000 دولار يعني كانت 15 مليون ليرة. وقت بلش يعلى الدولار اعتمدت الدولة سياسة الدعم، صاروا الناس تشتري الدواء من الصيدليات حقه 15 مليون ليرة، مفترض يعني 10,000 دولار مدعوم، بس عمليا ما حقه، ما عم بيدفعوا 10,000، عم بيدفعوا بالفريش دولار أكيد أقل حسب وين كان صار سعر الدولار، ويبيعوه إلى خارج لبنان ويربحوا بكل علبة كذا ألف دولار. وصار اللبناني انقطعت الأدوية تبعه، صار يشتريها من سوريا ومن غير سوريا بالأدوية المهربة من عنا، نرجع نحن نشتريها بالفريش دولار لأنه الدولة ما قادرة أن تأمنها، وانسرقت كتير بعض الهبات وبعض الأدوية اللي كانت موجودة بلبنان، وصرنا نشوفها مختومة بختم وزارة الصحة بدول تانية عم تنباع. أنا بتنفس حرية دولتنا عم تقتلنا، هيدا كان الشعار يلي حملته الجمعية خلال حملات متتالية بدأت بال 2021 لحث مصرف لبنان على فتح اعتمادات تسمح باستيراد أدوية السرطان وسط النزاع بين مصرف لبنان ووزارة الصحة. المبالغ يلي هي مرصودة لأدوية الأمراض السرطانية ما بتأدي أعداد مرضى السرطان كلهم سوا، صار يجي الدواء بتاخده الست هيدا الشهر، تنقطع شهر شهرين، ترجع تاخده الشهر اللي بعده. هيدي الطريقة ما اسمها علاج ضمن البروتوكولات الموصوف فيها هيدا الدواء، وهيدي الطريقة هي هدر كمان لأموال الدولة لأنه ما عم تأمن استمرارية للعلاج للمريض. نحن جينا نعلي الصوت لدولتنا العالية، قبل 2019 مبلغ المساعدات الصادر علناً عن وزارة الصحة لمساعدة مرضى السرطان كان 120 مليون دولار كل شهر، رقم تدحرج إلى 35 مليون دولار بعد 2019، 10 مليون دولار للمستلزمات الطبية و25 مليون دولار لأدوية الأمراض المستعصية. حصة أدوية السرطان تتراوح بين 20 و21 مليون دولار، أما حاجة مرضى السرطان للعلاج ضمن البروتوكول الصحي المعتمد دولياً فهي تتعدى مبلغ 30 مليون دولار شهرياً، وهو رقم معترف فيه بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة. مع إيقاف الهدر لأنه صار في تحسن بوزارة الصحة، ونحن أكيد نشكر الوزارة على هذا الموضوع، صار في مكننة، صار في أوتوميشن، صار المريض بدل ما ينزل يتبهدل بالكارانتينا ساعات، من الساعة 4 الصبح ننزل لناخد رقم لنوصل الساعة 2 ليقولوا لنا يه هلأ خلص الدواء تعوا جربوا بكرة، بيقولوا لك يا أما خلص الدواء ما بقى عندنا منه هلأ، يا أما المرضى اللي قدامهم ما بقى موجود الدواء، شوي بيجي قالوا من جهة سياسية معينة بيصير الدواء متوفر للشخص يلي اتصل بهذه الجهة السياسية وأمنوا له الدواء. كلنا منعرف دور الأحزاب بوزارة الصحة، ودائع تبع الأحزاب اللي تركينا إياها كانوا بوزارة الصحة كيف عم تتسحب دغري بتروح للمحزبين تبعها.
وقت نحن ضوينا على موضوع السرقات يلي عم بتصير بالوزارة، في هبات اجت ومفروض ضاين شهرين ونص، خلصت بجمعتين وبجمعتين ونص. في أدوية وصلت من الشركات يعني عبر الوكيل طبيعة الحال، سلمت الوزارة مثلا 122 علبة من دواء إكس، ينقال لبعض المرضى بالكارانتينا أنه الدواء غير متوفر. كيف ما أنتوا سلمتوا هلأ خلصت الكمية. طلعنا بالإعلام حكينا بالموضوع، شوي صار الدواء رجع صار موجود. سرقات، أدوية بتنباع بالسوق السوداء، محسوبيات، ممارسات توقفت اليوم بالمبدأ. صار الدواء يجي على اسم المريض مباشرة على المستشفى وقت اللي عنده جلسة. سهى مريضة بسرطان الثدي من 5 سنوات، زوجة باع سيارته وخسر شغله بس تيوقف حدا ويقدر يأمن لعلاجها. لكن اليوم وصلت على الحضيض، ما بقى قادرة تأمن المال لتكمل علاجها، خصوصا إنها بالمرحلة الأخيرة من مرضها. بونجور بونجور. سرطان دق باب صحة سهى من 4 سنين، قلب لحياتها رأسا على عقب. أكيد ما تقبلت الفكرة بالأول، صرت رفضت. بعدين تقبلت الواقع لأنه كان عندي ولدين لازم قاوم كرمالهم، كانوا صغار ولادي كتير. أكيد خسرت بالحياة بس الخسارة كانت مربحة، يعني الحياة بتعلمك قد ما بتخسر قد ما بتربح. هيدا مرض بننتصر عليه، يعني مثل ما قالوا مرض له علاج بالأخير. بس اللي بنفتقره بهالأيام إنه دولتنا ما بتوقف حدنا مثل غير بلاد. يعني كنت مثل حياة حدا طبيعي، يعيش روح على شغلة، حب الحياة، أظهر، سافر. انقلبت حياتي 24 درجة، مش 24، انقلبت كلها. يعني أنا بحس حالي بس بتنفس اليوم، بس بتنفس كرمال. سهى خسرت شعرها وثدييها، فقدت كتير من معاني أنوثتها. أول مرة لما قرروا أنه بدهم يشيلوا لي الثديين لأنه أنا شلت 2 مش واحد، صراحة أبداً ما قبلت الفكرة. وكان ردة فعلي للحكيم، قلت له أنت بتقبل تقص إيدينك 2؟ كانت ردة فعلي كتير مجنونة، وسكرت تليفوني لعشرة أيام ورفضت. يعني لأنه أنت مرأة بتخسري أنوثتك، تخسري مظهرك العام، وبعدين تخسري شعرك ومظهرك الخارجي. وبعدين أنا ما عملت عملية واحدة، أنا تعرضت من بعد العملية ل9 عمليات. أنا خطرت، أنا نصبت بأخطر أنواع البكتيريا اللي ممكن تنصاب فيها أي مرأة. أنا أخذت كانديديا، تروشيسبونس، أساشي. أنا عدت بالعزل 90 نهار، ما أقدر أعبط أولادي، ما أقدر أشوف حدا. 9 عمليات، نظهر من عملية لنفوت بالتانية. يعني أنا عائلتي تجيبني أوقات تكون سبتك تشك، تعيتي 1.5 ضغط جسمي على المستشفى. عائلتي ياما ماضية للصليب الأحمر أنه أنا رايحة على البرات. لكن بدل ما تتجند لحرب ضد المرض، حرب تانية دخلت على الخط، وهي كلفة تأمين العلاجات والأدوية. أدويتي ما كانت تتأمن، أسعار العمليات، دابتومايسن، الأبر، كتير كانت قصص. يعني مرات بقصص طلعات ونزلات، خطاتهم علي بالأرض يجي يلاقوني غايبة عن الوعي. لو ما في جمعية بربر الأنصار يمكن كنت صرت بالتربة. أنا اليوم دمي بالملف 5. أنا اليوم ما بعرف، ما تسألني شو كنت عملت. أكيد ما بقدر أشتري دوايات. في أدوية حق $70 دواء بالشهر، بدي منه حبتين بالنيوم، يعني بدي منه علبتين مثلا. هيدا لحاله. إحنا اليوم معاشاتنا على الأستاذ روي أنت بتعرف، يعني أنا لو موظفة رسمية يعني بقبض $200 بكفيني. ما هيدا دواء عم بحكي. إذا أنا بدي روح وإيجي علبتين الدواء، طبيت الأدوية وين؟ يعني عم نحكي بواقع حياة كتير صعب. بدك تقلي سهى أنت مضمونة؟ إيه أنا بدفع ضمانة. طب ما بس مضمان ما بقى عم يتعرف لنا أستاذ جوي، بيقول لك أنت بتحاسب على 1500 ليرة. بعرف إنه هيدا ما خصنا نحن فيه، هيدا وضع دولة وهيدا كسر دولة وهيدا ما فاهمين. بس نحن لو أنا مريضة سكري، لو أنا مريضة ضغط، نحن شو ذنبنا؟
كنائس، احنا بشر بالاخير. جوزي كان داعم رئيسي كمان بحياتي صراحه، ما تركني ولا نهار تخلى عني، كان يعني اب للاولاد كمان، قدم لهم دعم لاولادهم، وخسر كثير من مادياته، باع سيارته، باع كثير امور ليعالجني من جيبته الخاصه، يعني خسر شغله وبيترك شغله وبيطلع بيركض فيي. يعني انا دائما بقول له بليز اتركني، انا بدي موت على تختي بالبيت، انا اليوم عم بخسر اجري، ما عم بقدر امشي عليها، ما عم بحس فيها كل روي، اجري ما عم بحس فيها روي. انا بمشي، بدي امشي، ما بدي اخسر اجري، ما بدي زير على كرسي، لانه هن مجبورين يخدموني، بعضهم اولادي. سهى ما استسلمت، وبظل دولة مهترية ومعفنة، الإنسانية غايبة فيها عن ضمير مسؤولين الميت، قررت سهى وبعز مرضها تساعد عيلتها. تعلمت أعمل نيلز أظافر ومايكروبليدينج حواجب وتنظيف بشرة، وبلشت من بيتي يعني من رفقات، تعلمتهم بمعهد صراحة، دينت وتعلمت بمعهد 6 شهور، وبعدين بلشت من البيت، صرت من رفقاتي، قلت لو طلع 10 دولار 15 دولار، يعني شي بيسند شي. هلا اكيد مش انه بس انه منه تمويه عن حالي، ومنه ما بقى في حدا بيقدر يعني تشتغل انت بوضعك الصحي مثل قبل ودوامك طويل. طارق ولي مال احلى شي تعمليه رب العالمين، بيقدر بيصيروا 15 سنة. تمام؟ ايه هن كل حياتي. ليمار بصف تروازيام، تركت المدرسة وقعد حد إمها بالمستشفى، لأنه ما فيني أنه أكون بالمدرسة ولا سمح الله شي نهار يوصلني خبر مش منيح أو هيك، لأنه أنا ما فيني أخسرها لأمي، عشان الواحد أصلا ما في عيش بدون أم، فعشان هيك ما بدي روح هلا، بس تطلع إن شاء الله برجع. لازم تتركيني لأنه أنا بلاكي ما فيني كون. حبيبتي أنا ما حتركك إلا إذا الله أراد هذا الشيء. أنت مؤمنة بالله صح ماما؟ نحن مؤمنين بالله، بتفهمي أنت؟ أكيد، بس ما فيني أعيش بدونك. لا حبيبتي، أنت دايما تكوني حدي وبتساعديني بكل شيء. قد ما فيي رح ضلني حدهم، وإذا فلت رح ضلني أطلع عليهم من بعيد. ولكن المشكلة اليوم تبقى بالتمويل، فالدولة المنهوبة فلست، والهدر ما زال قائم بأغلبية الوزارات، فيما مرضى السرطان متروكين دون علاج. هذا هو الإجرام لا بل الإبادة. فوزارة الصحة هي يلي اعترفت أنه بال 2016 10,000 مريض مصابين بالسرطان توفوا. أما منظمة الصحة العالمية فأكدت أنه أعداد الوفيات من أمراض السرطان ازدادت اليوم بنسبة 105%. وقت أنت عم تخسري حياتك، مش لأنه أنت أصبت بالسرطان، لأنه أنت منعوا عنك أنك تاخدي دواء السرطان، هذا إجرام بحد ذاته. وزارة الصحة تؤكد حالياً أنها بتغطي 70 إلى 80% من الأمراض السرطانية، بيبقى 20 و 30% دون تغطية أي كلفة علاج. كنا صرنا عاطينا 35 مليون دولار لكل شيء، شوي رجع نزل ل 15 مليون بسحر ساحر. بال 2023 من شهر 10 11 12 كان عم يصرف 5 مليون دولار بالشهر لأدوية الأمراض السرطانية، بوقت نحن بحاجة ل 30 مليون دولار. شو يعني هول البروتوكولات؟ انه هول الأدوية الأغلى بلاهم، لشو بدنا نجيبهم نحن بلبنان؟ نحن دولة فقيرة ما عندنا هيدي القدرة. الدولة بتغطي هول العلاجات الكيميائية الأساسية يلي هي مثل ما تعبير بعض الأطباء من أيام بندق بفتيلة، نحن هيك قادرين نساعد نعالج بلبنان، ومرضى السرطان يلي عملوا انتقالات انه ميتاستاز خلص، انه هيدا قد ايه بده يعيش؟ كم سنة بلاهم.
مع تدهور القدرة الشرائية لدى المواطن أصبح من المستحيل له أن يؤمن حتى النسبة القليلة المتبقية من سعر دواء أو علاج ثمنه باهظ. فرق بين امبارح واليوم أنه كان امبارح يقدر المريض يشتري بألف دولار والضمان يرجع له 95% من حقه أو عم بياخده مجانا من الوزارة، أما اليوم المريض ما عم بياخد الدواء وعم نحكي عن دواء حقه ألف دولار. كيف إذا بتفوتي عن جد لسعر أدوية الأمراض السرطانية للبالغين اللي حقها 9000 دولار و10000 دولار و7000 و6000 و3000 دولار؟ دواء واحد هالقد سعره؟ دواء واحد أكيد هالقد سعره. على شهر علبة دواء واحدة بيخدها المريض كل شهر بده علبة دواء ببعض أنواع السرطانات حقها 10000 دولار. هاني حكيونا كمان عن أدوية مزورة، شو قصتها هيدي؟ خليني فرجيكي. في عندك سبيسيمان انا. اوكي. هيدا الدواء يلي اليوم دولتنا الكريمه رح تحرم منه تقريبا 40 صبيه لانه حقه 6000 دولار بالشهر. هيدا الدواء 6000 دولار؟ اثنين مع بعضهم بيضاينوا شهر 6000 دولار، ببعض الحالات يعطى ايضا لسرطان البروستات وللمفارقه. يعني للرجال والنساء. صحيح، بس انه بالاغلبيه للنساء وببعض الحالات للرجال لسرطان البروستات. للمفارقة انه هذا الدواء يلي الدولة اللبنانية رح تحرم منه 40 صبية انها تكمل حياتها، مش تحرمهم منه وتعطيهم بديل، ما في بديل، تكمل حياتها. احد الرؤساء الثلاثة بياخده وهو اكيد رح يكمل ياخده. هو بياخده من الدولة ما بيدفع حقه؟ لا ما بيدفع حقه، بياخده من الدولة. ما بعرف من وين بيجيبه. لمبارزا. ما عليه، سوري، ما نقول أساميهم لأنه أوكي. حتى نعرف عن شو عم نحكي. لأنه البادجت قليل تبع الدولة، سؤاله هول 40 ست اللي هن 40 ست، عرفتي؟ المفروض ياخذوا لمبارزا، وهول بحسب الجينات إذا طلع عندهم بركا بوزيتيف مثلا أو اتش ار دي بوزيتيف مفترض ياخذوا هذا الدواء، بيعطيهم حياة 5 سنين وما فوق. كان من قبل يقولوا لا شو خلص 3-4 أشهر رح تتوفى. 5 سنين وما فوق. صحيح. وأغلبيتهم صبايا. تجي الدولة بتقلك أنا ضمن البادجت المعي هولي لح استثنيهم، لح استثني مرضى الدم يلي بياخدوا دواء حقه 10000، لح استثني مرضى دواء اللونج الرواية لأنه سعره 7000، لح استثني كذا بحسب الأسعار. نشطب مرضى بعدما نجي نشتغل لنأمن لهم أدويتهم، نشطب المريض أنه يعني يموت. صح. هون المريض هو قدام شو محطوط؟ يا أما ما رح ياخد الدواء ولح يموت، وللأسف عندنا كتار هيك صار فيهم. يعني 6000 دولار بالشهر مين بده يقدر يجيب؟ أو بده يجي ينبش من برا أنه مين قادر يجيب له هيدا الدواء ويكون أرخص وكذا. ساعة من الهند، ساعة من تركيا، ساعة بتلاقي دق بابك التجار أنه نحن منأمن لك دواء بدل الـ 6000 تدفع حقه 1500 دولار 500 دولار اللي هن. شوي منتفاجأ أنه عم تطلع عنا كتير عدد من المرضى أخذوا علاجات طلعت فيك مزورة. في مصنع بيعرف واحد انه مزور مثلا. تفضلي. هو علبتين جايين من برات لبنان. شفت السبيس بين الباركود بين هيدي هيدا والطرف. واسع هون، واسع هون، ضيق هيدا. ضيق في منهم مثلا اول مؤشر. صح. اي المزور الواسع هيدا. صحيح. اوقات مثلا هون 150 ملي جرام بيحطوا لك 150 سبيس ملي جرام. صح. بالشركات العالميه ولا ممكن يفرق لا اللون لا الفونت المستعمل لا الطباعة ولا شيء بين كرتوني وكرتوني. ايه شو هون 150؟ هيدا الصحيح. هيدي ما عليها هيدا الفرق، بس بعلب تاني شفني هون في فرق. في مثلا هيدي 150 ميلي جرام موصولة ببعضة، تجي التانية 150 اسباس ميلي جرام. اوكي. فنحن وقت نشوف في فرق بين علبتين يعني يا هيدي يا هيدي مزورة. لا يفحصون بدهم شهرين لثلاث شهور يردوا علينا خبر اذا هالحبوب هي مزورة ولا لا. اليوم في عندك أدوية من تركيا بتجي، أدوية من سوريا بتجي. بتركيا في مقاطعة بين تركيا وحلب فيها معمل تزوير للأدوية، حتى أختام وزارة الصحة بيقولوا لك اللبنانية والسورية مقلدينا. فيك يعني ماشي. صحيح. وعندهم تجار قد ما بدك بلبنان. مرضى سرطان الكولون بيحاولوا لهم الكولون يعني عم بحكي عن مصران. مصران بيحاولوا لهم خروجهم على الخصر. بيحطوا ديسك هون وهذا بيكبسوه عليه، هذا كيس بيجي كل الخروج بقلبه اخر النهار او بس انت الكيس هذا جتاب مفروض بيكبوه. هذا يعني جتاب لازم للكب بيشلوه بيكبوه. نحن للاسف في لبنان بنشيله بنغسله بنغسل خرانه
نرجع نستعمله. يا لطيف. في ذل أكتر من هيك؟ هيدا هو التاجريسو، هو دواء لسرطان الرئة. سعره كمان تقريبا بحدود 7,000 دولار. اليوم بيجي بيقولوا لك إلها بديل. البديل هو الجنريشن، الأدوية الجنريشن القدمة يلي بيعملوا ردات فعل وكذا، وما بيعطوا حياة قد ما هيدا بيعطي. طلع عنا دواء جديد صار له سنين بلبنان عم يستعمل، وهذا ما قاله جينيريك، يعني منه بعد ما صار له 10 سنين محليا ولا محليا ولا عالميا الا شركته. اوكي. فاجت قررت الوزاره بما انه البادجت القليل اللي معنا اياه ما بيأدي انه نحن نعطي هالقد عدد مرضى تاجريسو، سو كل هول مرضى نشطبهم وقت نشطب هذا الدواء. إليس عوضها سرطان البويضات مرتين، وبالمرحلتين تمكنت من التغلب عليه. اليوم في دواء قادر يحافظ لها على حياتها، لكن كلفته هي 7,000 دولار شهريا. وللأسف دولتنا وقفت الدعم عن هالدواء. إليس فضلا عن حربة ضد السرطان عم بتحارب كمان لتأمن الدواء. عنفرة يا عسكين يا بطيخ، هاي أول خصلة. بارت وان. ثاني هون كلهم؟ نعم. هلأ الدكتور. إليس بعد ما انصابت بسرطان البويضات وشفيت منه عام 2016. My new head. ألف مبروك. بعد 5 سنين رجع دقبيب. بعرف أنا ضمنياً أنه الواحد بس يرجع الكانسر عنده، خاصة عم نحكي بالأوفيريان كانسر، يعني ما بقى حيصاحب حياته. اضطريت فوت أعمل عملية كانت كتير كتير كبيرة، شلولي الزايدة، المرارة، الطحال، شلولي 50 سنتيم من المصران، شلولي الغشاء تبع المعدة. أنا أوريدي كنت شايلة المبيض والرحم من قبل، فضولي كل شيء لأنه ما يعني كل شيء كان مطيشر المرض بالبطن. بوقتها بتحس الوقت ما عم يمرق، سنة ونص كل يوم في مشكل، كل يوم في شيء، كل يوم بدنا ننط ننزل على المستشفى إرجانس، بده يكون في كومبليكاسيون معينة. الكيموثيرابي، غير أنه أنت تدهدكت من أول كيموثيرابي عملها من 4 سنين، غير أنه أنت كبرت بالعمر، غير أنه كل العملية قتلتك، بيجي الكيموثيرابي بيعمل لك الضربة القاضية، بتحس حالك ما بقى عندك قوة أبداً. تاني مرة كانت مرحلة كتير صعبة كمان تخطيناها. ليش؟ لأنه كان فيها شغلة كتير أعطتني أمل، أنه في دواء جديد طلع. يعني بهاي الفترة بين 2016 وال 2021 هيدا الدواء عمل إذا بدك ريفولوشن بالأوفيريان كانسر، وصار مثل أمل لكتير عالم إذا بدك بتطول حياتك لدرجات كتير مقبولة. دواء بخليها على القليلة على قيد الحياة، جامعة أولادها وعائلتها. 7,000 دولار شهرياً لمدى الحياة كتير صعب يتأمنوا، خصوصاً ببلد أصلاً أصابوا السرطان. بنوفمبر 2021 رحنا لنشوف منين بدنا نجيب الدواء، نتفاجأ أنه هذا الدواء منه موجود، ومنه موجود بلبنان، أكيد موجود بالعالم، منه موجود بلبنان لأنه منه مغطى لا من وزارة الصحة ولا من محل، ومنه مدعوم. هلأ بدك تجيبه على حسابك، فيك تجيبه من أمريكا، فيك تجيبه من أوروبا، فيك تجيبه مطرح ما بدك، بس مشكلته أنه حقه 7,000 دولار بالشهر. مثل كأنه عم بيقول لك في دواء، بس من جهة تانية أنه بتحس أنه عم بيضحكوا عليك، أنه إيه في دواء وكيف بجيبه، بس مش منطق. الاتصال الوحيد اللي عطاني أمل هو لما اتصلت ببربرا نصار وحكيت مع هاني، مع أنه حدقيت له غصب عني صراحة، قد ما أصروا علي أهلي ما كنت مآمنة فيه، وما كنت مآمنة بولا NGO بلبنان، بس هو كسر لي إذا بدك هيدا الشعور عدم الثقة اللي عندي، وعطاني أول علبة دواء طلعت فيها مثل حسيتها مثل أنه كنز، يعني هيدا الشيء اللي أمن لي إياه هاني نصار، حدا ما بعرفه، أول مرة بحكيه على التليفون، أعطاني إياها ببلاش بولا ليرة. هو بيجيبها من عالم ما بقى بدهم إياهم، يعني كل العالم اللي عندها أدوية ما بقى عايزتها تبعته إياهم، كان بلبنان ولا برات لبنان، فبيكون عنده ستوك من أدوية معينين، وسائب حظي أنه عنده علبة من هيدا اللي أنا بدي إياها.
أصحابنا اللي قلت لك عنهم حكموا صاروا يحكوا مع أونكولوجيست برا ويجيبوا لهم سامبلز، وصاروا يبعثوا لي سامبلز، مرة يبعث لي نص شهر، مرة يبعث لي شهر، صرنا شوي من هون شوي من هون لحد ما بيخبروني أنه الدولة طلعت قرار أنه تدعم. كان خبر سوبر حلو، وقدرت أرجع أجيب الدواء لفترة تقريباً 5-6 شهور من الصيدلية، مثل حيلا إنسان طبيعي، حيلا إنسان محترم، بتروح بتدفع حقه بالصيدلية على 1005، يعني 7000 بتدفعون على 1005 بيطلعوا شي 10 ملايين ونص. كان كله منظم سوبر، يعني عملوه بطريقة very well organized، وكنا نروح ونجيب هيدا الدواء. لحديت ما من شهر رحت لجيبه أو شهرين، بيقولوا لي سوري ما في. ليه ما في؟ وقفوا الدعم. بس لما تشوفوا ولادك عم بيرجعوا يعيشوا الوجع معك أول مرة، عم بيرجعوا يعيشوا معك وجع معك تاني مرة، وعم بيحسوا بالذنب إنه هن يمكن ما عم يقدروا يساعدوا بطريقة معينة، وعم بيشوفوا أمهم عم بتذوب قدامهم، وعم بيفكروا بالمستقبل بعدين إنه يمكن أنا الماما قدي بعد بقيلة، قدي بدها تعيش. يعني في وجعي، بس في وجع بيوجعني أكتر. الفرح يغمر أجواء هالعيلة، الضحك يتصاعد من وجوه الأب الأم والابنة. كيف بحب عيشتي، كيف بحب أهلي، كيف بحب لأني وبايا. من أكثر بحب تخيل. الأمل عطول عم بيبعت أشعة شمسه بنفوس كل واحد منهم. أنا بخاف إنه يصير أشياء صعبين بحياتي، يعني إما يكون في شيء أوكي شو أقول مش منيح فيها وباي كمان. هي عن جد اللي بتعطينا القوة، وعن جد قد ايه تعلمنا من شيء بشع كتير، بس قد ايه واحد بيتعلم، راسه بيتغير، تفكيره بيتغير، كل شيء بيتغير بحياته. اهم شيء بحياتنا هو نحن، يعني العانة، لا المصاري ولا السيارة ولا البيت ولا كله بلا طعم، بس توقع المشكلة الكبيرة وتصير الحياة على المحك مثل ما بيقول، بس واحد يوصل للآخر بده حدا معه، وهيدا الحدا ثاقبت. أنا كنت مع إليس، بس هيدا الشيء بتتعلمه لأنه من بعيد حكي، بس واحد يوقع فيه الحياة كلها بتتغير. ما في حدا قوي على نحن قوية ببعضنا، يعني I'm staying. بيطلع لي اياها جوزي staying، بقول له staying. فكتير كتير قطعت بمراحل، وصلت فيها للاخر للكعب يعني. وكل الاصحاب وكل اللي بيشوفوني وين كنت، بتوصل لمحل بتحس انه خلص انا اكيد ما بقى حقطع، يعني ما حقطع هاي المرحله. وفان فون من جوا عطول في قوة، وعطول في أمل، وعطول في الله، وبيحسسك إنه لا باقيين ورح نضل نناضل. ومش بس حنناضل كرمالنا، رح نناضل كرمال هذا الحق يلي عم بيضيع من قدام كتير مرضى ما عم يقدروا يوصلوا على الدواء تبعهم. فمستحيل نستسلم، باقيين. بعد جهود باهظة قامت فيها جمعية بربارة نصار تحت شعار كرامة الإنسان هي الأولوية، أدخلت كلفة الأمراض السرطانية بصلب موازنة وزارة الصحة. اللي حطوه ضمن الموازنة هو مبلغ تقريباً 10-11 مليون دولار. هلا بيقول الوزير إنه أدوية العلاج الكيميائي الأساسية هي مش من ضمنهم، هي من موازنة الوزارة الأساسية كان بده يعملها، يعني تقريباً صرنا بال15 مليون دولار.
بس نرجع منقول المبلغ اللي نحن بحاجة له هو 30 مليون دولار. مهما نصرخ ما منمل مش ممكن نقبل بالذل، إذا لم تكمل لاقي الحل لولا بنفكر سوا. شو اللي بيسبب لي السرطان؟ الدخان. اليوم بلبنان سعر علبة الدخان نص دولار، بكل دول العالم المحترمة حالها 10 دولار و 6 دولار و 9 دولار وما فوق. الضرائب المفترض تنحط على الدخان هي أكيد لحتى تخفف نسبة المدخنين وتخفف نسبة الإصابة من بالسرطانات وتطبب تعالج مرضى السرطان. الكحول بلبنان مثلا أنية الكونياك بفرنسا 55 أورو الضريبة عليها، بلبنان 12 سنت. تخيل أنه السيجار الضريبة عليه أقل من ضريبة على الدخان. السيجار المستورد يعني هو الغني يلي بيستهلك السيجار. صحيح. بس رفعوا الضرائب، بتعرفي قد ايه حطوا ضريبة على الدخان؟ 100 ليرة 0.1 سنت، 100 ليرة على كل علبة دخان. نحن سؤالنا هو اليوم ليش رفض هذا المشروع بمجلس الوزراء؟ لأنه حميها حراميها ما مرق مشروع ضريبة على الدخان إنه أنتوا عم تدقوا بالمقاومة. شو يعني عم تدق بالمقاومة؟ يعني مزارعي التبغ بالجنوب وما أدراك ما الجنوب، مزارعي التبغ وكذا. رحنا شفنا أرقام الجمارك، طلع إنه كل التبغ اللبناني الذي يزرع في لبنان يستعمل منه 10% بلبنان و90% يصدر إلى الخارج وغير خاضع لأي ضريبة، ما قالوا أي علاقة بالموضوع. طب مين المتضرر؟ إدارة التبغ والتنبك اللي هي الرجي يلي كلنا بنعرف سياسيا لمين هي تابعة. تعرفي انه الضريبة مثل ما معمول الدراسة الجامعية كان بلبنان بتطلع لك سنويا 300 مليون دولار بالسنة، وبتعرفي انه كل أدوية الأمراض السرطانية على كل السنة هي 300 مليون دولار. الكحول قالوا انه هيدي ضريبة غير ميثاقية. شو يعني؟ وكأنه المسيحي بلبنان بيشرب كحول والمسلم ما بيشرب كحول. قلنا له نحن حارتنا ضيقة وكلنا بنعرف بعضنا. تاني شيء تجار الكحول بلبنان معروفين مني، رواد الحانات والماشين الحانات بكل لبنان معروفين مني، ونحن بالنسبة لنا كلنا كفرنا بلبنان كمرضى سرطان وأهلهم. نحن كفر لا مسيحية ولا إسلام، وسرطان هو الميثاق رقم واحد بلبنان. بس بكون تحكوا بالميثاقية لأنه لا بيفرق بمسلم ولا درزي ولا مسيحي. فتفضلوا هو الضرائب مجبورين نكون تحطوهم، لأنه هو الضرائب قادرين يقيموا وزارة الصحة من المأزق اللي هي فيه ويقيم الرقم المعلن 30 ألف مريض سرطان اليوم معرضة حياتهم كل سنة 30 ألف مريض للموت للخطر، لأنه أنتم مش قادرين تأمنوا له هالموضوع. ضريبة على كل الخطة مثل ما هي معمولة كسن تاكسيشن بتطلع بالسنة مليار و400 مليون دولار. مليار و400 مليون دولار مش بس بيعالجوا مرضى السرطان بلبنان وبيأمنوا لهم أدويتهم وبيعملوا لهم كل فحوصاتهم وبيعملوا لهم الاستشفاء وعلاجاتهم بالمستشفيات كلها سوا مع كل شيء توعية وبريفنشن لقدام يلي هي موازنة وزارة الصحة أيام الهدر. فوقت اللي أنت بتشوفي أنه الخطة موجودة الحل موجود بس هو التجار هو الفيس دي ترفونا فيها. فهو النواب دعوتنا لهم كلهم سوا يمضوا على مشروع قانون الضرائب، وهي الضرائب تحول لوزارة الصحة على قليل قسم منها لتغطية نفقات علاجات مرضى السرطان. وإلا دعوتي لكل عائلة بلبنان بس يتوفى مريض سرطان ويجي النايب يعزي، إذا ما أنه ماضي على هذا القانون بزق بوجه وشحطه. بالبداية رضا كان مصاب بسرطان البروستات، ثم انتشر مرضه بالكبد والعظم بسبب عدم توافر الأدوية اللازمة وقت كانت مدعومة من الوزارة، مع العلم أنه هالأدوية أصبحت متواجدة بالسوق بعد رفع الدعم عنها وأصبحت متواجدة بسعر 1200 و2000 دولار. سعر الإبرة ارتفع من 500 ألف ليرة لبنانية إلى 600 دولار. لهالأسباب تفاقم المرض بجسم رضا إلى أن توفى. بابا تقدر لك كثير بحبك، الله يرحمك يا رب. رضا بكر بلشت رحلة علاجه مع السرطان من 4 سنوات. كان بعده الوضع استقر بالبلد بالنسبة للأدوية، بالنسبة لأسعارها، أنه كان قادر الواحد أنه
ما يكون خايف انه في مرض ما في مصاري للعلاج. كان كل الوقت عايشين على نظام غذائي كتير، يعني كنا يوتيوب وهول الاشياء، بتعرف في خوف. انت عم تقول كانسر، يعني دايما في خوف. مريض الكانسر بس يتشخص بيموت مرتين، وقت اللي بيتشخص مرضه وقت المرض بينتصر عليه. لكن رضا مات مرة ثالثة لما انفقدت الأدوية بلبنان وما عاد يقدر يكمل علاجه. 2020 بلشت الأزمة، الدولار عم يطلع، الأدوية عم تختفي، وكان هو عنده دواء اسمه زايتيغا، هيدا هرمون لازم ياخده كل شهر. فنحن أول فترة كان في دعم على أدوية الكانسر لكل اللي موجودين بلبنان، فكنا نجيب الدواء، تخيل كان سقفه قبل ما يرفعوا الدعم 4 مليون. بلش الدواء ينفقد، ازعل بس اطلع اقول يعني مثله مثل هالعالم. صرنا نلاقيه بصعوبة، ومرقت أشهر ما ياخد دواء لأنه عن جد ما فيه. وبدأت مرحلة البحث عن الدواء بدول الخارج. أيام وأشهر رضا ما تمكن فيها من أخذ علاجه مثل ما لازم. في عنده إبرة بياخدها كل 3 أشهر، الديكابيبتيل، هيدي كمان شي بيشتغل على الهرمون حتى ما يعلى، لأنه مريض البروستات ما لازم يعلى الهرمون عنده. كنا نجيبها وقت اللي كانت مدعومة ب 550 ألف، لما صرنا بأزمة الدولار وفقد الأدوية والفوضى اللي عاشتها البلد صارت ب 600 دولار. نهار اللي رفعوا الدعم عن الأدوية صارت الأدوية موجودة. صرنا نجيب الإبرة من تركيا لأنها أرخص، واستمرت رحلة العلاج والوجع وفقدان الأدوية وقلة المادة، الأشغال وقفت، وضعت كركب. ولما المريض بيكون هو لازم كل يوم ياخد دواء، لما بينفقد الدواء على فترة 2 أو 3 شهور هو عم ياخد دواء ليصارع مرض ممكن بأي لحظة يموته، أكيد أثر على حياة خيي. أنتوا ما فيكن تتركون لمصيرهم، والله ما فيكن تتركون لمصيرهم لهالقد بيوجع. هني كل يوم عم بيموتوا أهلهم. نفس الشيء، ما كنا عايشين، يعني نحن تغيرت حياتنا. كل مريض سرطان بتتغير حياته هو وأهله واللي حواليه. هو اليوم معنا، بكرة منه معنا. كيف إذا وضع ما في دواء؟ والقصة ما وقفت هون، حتى المستشفيات بعض الأجهزة فيها معطلة، والمعنيين آخر من يعلم. من حوالي 2 سنين احتاج خي رضا ليعمل راديو بمستشفى بيروت الحكومة لأنه مجاني، وراح على المستشفى، فالمستشفى أنه المكنة عطلانة، في بس كم بيشنت بدهم يكفولهم وبدهم يصلحوا المكنة. فنحنا قلنا انه اذا بدهم يصلحوا المكنه والوقت مش كتير طويل، لانه هو لازم يعمل، اذا الوقت منه كتير طويل انه مننطر. انا قدرت اتواصل مع وزير الصحه صراحه، فعم قل له انه امتى بدها تتصلح المكنه، انه خيي كتير ضروري يعمل الراديولوجي. فانا بتفاجئ انه ما عنده فكره انه المكنه ما بتشتغل، فما بعرف في وزير مين ما كان يكون، ما بيكون ملاحق هيدا الموضوع. انا شو بدي بالسياسي وهيدا زعلان من هيدا، في حياة ناس، في ناس، في مرضى، والله اهلهم ناطرينهم لحتى يصيروا مناح، لحتى ينتصروا ويصحوا ويرجعوا يكفوا حياتهم، نكفي حياتنا معهم. لما تطور المرض معه بالعظم راح عند حكيمه، فقال له الحكيم انه نحن لازم نعمل جرعات كيماوي بس للعظم. قال له بس ناخد 3 جرعات. كنا كل ما نحكي مع الصيدلية انه بدنا هيدا، مش موجود مش موجود مش موجود. صار يتأخر،
صار وضعه عن جد يأزم. صرنا كل أسبوع نروح عند الحكيم، ما عم يقدر يمشي، عظمه كله عم يوجعه، عم يتدهور وضعه الصحي. فالحكيم قال إنه لازم، إنه لازم حل. يا أخواتي الله يسعد صباحكم، أحلى فنجان قهوة بالسيارة. تواصلت مع صيدلية بسوريا، قال إيه موجود. الديت تبعهم في ريسك بالموضوع، إذا شي مرة كانت مناعته مش منيحة إنه ما يمشي الحال. قلت له بس أنا إنه لما قلتي لي بس في وحدة الديت تبعها قريب والباقيين إنه الديت تبعهم في معه وقت. عم بتفاجأ لما بتقلي هيك وصلوا من لبنان. يعني تخيل كان الدواء عم يطلع من لبنان بطريقة غير شرعية، عم ينباع بسوريا، عم يطلع الدواء مدعوم، تبه مدعوم، بيطلع على سوريا بيشيلوا الدعم. أنا كانت الجرعة بتكلف، لأنه سألت قديش، ماكسيموم كانت 150 دولار، أنا دفعت على كل جرعة 1000 دولار. العالم هالقد محبطة، هالقد موجوعة، هالقد خيفانة من بكرة. ما لازم الإنسان يخاف من بكرة. أنا بالنسبة لي ما لازم يخاف، ما لازم يعتل هم. بس نحنا معليه، ما في دولة تسأل. نحنا ما عم نقلن يرفونا ولا يحجزولنا تيكتس every single year لحتى نطلع نسافر ونشم هوا، لا. نحنا عم نقلن طلعوا بالمرضى اللي هن اليوم معنا وبكرة منن معنا. أنا يمكن لحد الآن بحس حالي عايشة حالة نكران للموضوع، مع أنه برجع بقلك أنا كتير بآمن بشو بيبعتوا ربنا للإنسان. يمكن، ما بعرف، يمكن هو أحسن يكون بالسماء محل ما ما في وجع، في عدل. تعرف أحياناً شو بقول؟ بقول إذا الله بيحبني، وأنا بعرف إنه الله بيحبني، الله بيحب كل الناس، بيخدني لعنده. شبعنا ناس تقتلنا وتمشي بجنزتنا. تصوروا معي، خلال عشرات السنوات ميزانية وزارة الصحة لتغطية أمراض السرطان كانت 120 مليون دولار بالشهر. نعم، بالشهر. اليوم التأكيد جازم، الحاجة هي 30 مليون دولار شهرياً. هذه هي الكلفة المتوجبة على وزارة الصحة لتغطية العلاجات، ولكن على عشرات السنوات وبعملية حسابية بسيطة، 120 مليون ناقص 30 مليون 90 مليون دولار. نعم، 90 مليون دولار كانوا عم بيتبخروا شهرياً بأسعار الأدوية فقط، بيتوزعوا بين أحزاب، أصحاب نفوذ، أطباء، سياسيين وسماسرة. الفساد تغلغل بما يسمى مغارة علي بابا، فتحولوا المرضى إلى مجرد أرقام يحذفون الواحد تلو الآخر ويقعون ضحيتهم هني. السرطانات التي تسمم جسم المجتمع اللبناني برمته، ولا علاج حتى اليوم لحذف هن من الخريطة اللبنانية. حذرتوا أكيد، عم نحكي عن أعضاء منظومة الفساد بلبنان. Thank you.